خلاص قفلنا هذه القصة تماما. النهاردة بقى هنبدأ الاستعدادات لمباراة فاركو اللي هي يوم الجمعة المقبل. النهاردة الأهلي لعب نفسه بالمناسبة في تراي ماتش كده ما بين اللاعبين بينهم وبين بعض، احنا دايما كده نقولها ايه، الأهلي لعب نفسه، لكن ده كان في إطار الاستعدادات الهامة جدا لمباراة نادي إن شاء الله الأهلي أمام فاركو اللي بيحاول فيها النادي الأهلي مواصلة الانتصارات. فريق فاركو في المباراة الأخيرة حقق انتصار مهم على فريق كبير زي نادي الاتحاد السكندري، وقدر ان هو يصل للنقطة 25. زي ما حضراتكم عارفين هناك صراع شرس على من يستطيع التواجد الفترة القادمة او في الفترة في 7-8 مباريات القادمة في الدوري الممتاز، ومنافسة قوية جدا جدا وشرسة جدا في القاع زي ما هي منافسة قوية جدا في المقدمة. زي ما قلت الفريق واصل تحضيراته لمباراة فاركو، ومارسيل كولر زي ما قلت برضو في بداية كلامي عمل تراي ماتش ما بين اللاعبين بينهم وبين بعض، يعني الأهلي لاعب نفسه بتلبس واحد فريق بيلبس قميص أصفر والفريق التاني بيلبس قميص أخضر وبيلعبوا بعض في حضور طاقم تحكيمي. طاقم تحكيمي ده ممكن يكون حد من مجموعة اللاعبين أو مجموعة المدربين اللي موجودين. فمباراة تراي ماتش ما بين الاتنين لاعيبة أو ما بين فريقين داخل النادي الأهلي، وبقية اللاعبين بيواصلوا برنامجهم، سواء عمر كمال اللي بيواصل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن برنامج يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.